السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقدم سلسلة محاضرات المؤسسات الاجتماعية، وأتمنى أن أجدكم بألف خير أعزائي وعزيزاتي الطلبة والطالبات. بعد أن وضعت رهن إشارتكم مجموعة من المحاضرات خاصة في المؤسسات الاجتماعية بموقع الكلية، سنخصص هذا الفيديو من أجل شرح ما سبق، تذكير ما سبق، وكذلك شرح بعض العناصر الأساسية خاصة بالنسبة للمحور الرابع أشكال المؤسسات الاجتماعية. سأقترح عليكم استكمالا للمحاضرات المؤسسات الاجتماعية، أقترح الانتقال بنا إلى أول أشكال المؤسسات الاجتماعية المقترحة في هذا البرنامج، هو مؤسسة الأسرة. ولكن قبل ذلك من الأفضل أن نبدأ بتلخيص وتذكير لما سبق أن أدرجناه في إطار المحاضرات المباشرة. إذن من خلال بناء الإبستيمولوجي كنا قد بدأنا وخصصنا المحور الأول من أجل تحديد المفاهيم للمؤسسات الاجتماعية، بحيث وضحنا من خلال هذا المحور مجموعة من التعريفات ذات من خلال مرجعيات وسياقات نظرية سوسيولوجية مختلفة، وحاولنا أن نستخرج استنتاجا مركبا بين هذه التعريفات. ثم حاولنا إبراز أن المؤسسة بشكل عام تتداخل مع مجموعة من المفاهيم مثلهم التنظيم الاجتماعي والمنظمة والسلطة والتعاقد، وكذلك مفهوم الكيانات الاجتماعية. ومن خلال تفصيل في هذه التعريفات نحن نعيد أن نصل إلى المحور الثاني، من حيث أننا أولا تبعا للدرس وتبعا لتعريف هذه المؤسسة تضمننا كذلك تعريف المؤسسة وخصائصها، بمعنى أننا ونحن نعرف المؤسسة نعرف أيضا بخصائص هذه المؤسسة، أنها ذات طبيعة مستقرة ومستمرة على الرغم من نهاية الفاعلين الاجتماعيين. عرفنا كذلك أن المؤسسة هي أشمل وأوسع من المنظمة، بحيث يمكن أن تنطوي على المنظمة وعلى الكيانات وكذلك على التنظيم الاجتماعي، على اعتبار أن التعريف الأساسي الذي انطلقنا منه هو تعريف إيميل دوركيم، أن المؤسسات الاجتماعية هي مجموع المعتقدات والقيم والقواعد الاجتماعية التي يجد الأفراد أنفسهم أمامها ولا يستطيعون تغييرها أو رفضها، وبالتالي هي تمارس تأثيرا قصريا لأن توجد خارج وعي هؤلاء الأفراد. انتقلنا بعد ذلك إلى نظريات أو مقاربات نظرية لمفهوم المؤسسة ذات مرجعية أساسا في علم الاجتماع، وركزنا على مجموعة من المدارس والاتجاهات، خاصة الاتجاه الوظيفي والوظيفي البنيوي والتفاعلي، ثم هناك المنهج كذلك الماركسي والبورديوي إلى غيرها من الاتجاهات أو المدارس السوسيولوجية. وسوف أقدم هنا تلخيصا لثلاث اتجاهات أساسية، هي الاتجاه الوظيفي على اعتبار أن هذا الاتجاه من أبرز رواده كل من إيميل دوركيم وبارسونز، وقد تحدث كل منهما على ثلاث وظائف أساسية بالنسبة إلى المؤسسة، واعتبر أن المؤسسة في تصور إيميل دوركيم هي شاملة وأنها كلية وأشمل من كل تعريفات أخرى. بالنسبة إلى بارسونز أن المؤسسة الاجتماعية هي بنية اجتماعية تنظم الأفراد وتتحكم بالمتفاعلين الاجتماعيين.
إيميل دوركايم وبارسونز، أولا مؤسسة تقوم ببناء وتكوين العلاقات الاجتماعية. إذن تقوم مؤسسات ببناء وتكوين العلاقات الاجتماعية باعتبار أنها هي العامل المحفز لتوقعات الدور الذي يواجهه الأفراد في تصرفاتهم اليومية. الوظيفة الثانية أن المؤسسات تقوم بتعديل التوزيع الإشباع الاجتماعي واختيار الأشخاص المناسبين والمؤهلين لمناصب السلطة، ويذكرون بالنسبة لمحور المفاهيم كيف يتداخل مفهوم السلطة بمفهوم طبيعة الحال المؤسسة. بالنسبة للوظيفة الثالثة أنه عن طريق الرموز والسياسات والاستراتيجيات فإن المؤسسة تمثل وتثبت قيم الشرائع والقواعد والنظم الاجتماعية. هذا بالنسبة إلى الاتجاه الوظيفي. بالنسبة لاتجاه الصراع وهو على النقيض كما قلنا سابقا، النقيض من اتجاه الوظيفي هي تعتبر أن كل من السلطة واللامساواة هي والصراع هو متأصلان في المجتمعات الحديثة، وأن المؤسسات تحقق العدالة الاجتماعية لجميع الأفراد داخل المجتمع، وعليه فإن المؤسسات هي عبارة عن أداة لتحقيق السلطة والهيمنة وتساعد في تكريس تساعد على تكريس عدالة المؤسسة أنت وظيفة المؤسسة. ويمكن لوظيفة المؤسسة أن تتحول عن دورها أو عن وظيفتها الأساسية والشرعية والمعروفة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى شذوذ سلوكي أو اختلال وظيفي داخل المجتمع، كما هو الحال في بعض المؤسسات الكلية بحسب جوفمان وبمفردات فوكو المؤسسات العزلية، خاصة مؤسسات الطب النفسي والسجون والتكنات العسكرية التي يتم فيها عزل الأفراد وفق نسق اجتماعي محدد. وننتقل إلى الاتجاه المؤسساتي الحديث. هذا الاتجاه يعتبر أن المؤسسة هي التي تسن القوانين وتضبط سلوك الأفراد وأعمالهم اليومية، إضافة إلى تنظيم العلاقات والأفعال والممارسات، مما يجعل البيئة الاجتماعية قابلة للاستشراف والتنبؤ، خصوصا بالنسبة للبنيات الأكثر تعقيدا. إذن رغم التباين في وجهات النظر، إلا أن هذه الاتجاهات تتفق على أهمية المؤسسات في بناء المجتمع الحديث. إذن هذا فقط تذكير بأهم الاتجاهات، ثلاث الاتجاهات، بالإضافة إلى اتجاهات أخرى قد عدنا إليها من خلال مفهوم الماركسي، مفهوم الصراع الطبقي، وعند بورديو خاصة في مفهوم لابيتوس. وكل هذه التعريفات وهذه السياقات النظرية السوسيولوجية كلها تحيل إلى أن المؤسسة هي ذات أهمية في تنظيم، وهي التي تتحكم في أفعال الأفراد وتفاعلهم داخل البنية الاجتماعية أو داخل النسق الاجتماعي، كما يؤكدون أن وجود المؤسسة هو ليس وجوداً رمزياً سينيائياً، ولكن وجودها يتحدث في إطار هذا التنظيم وهذا التحكم بالنسبة إلى الفاعلين الاجتماعيين. هل تريد إيقاف؟